ديالنا الاعزاز، كي دايرين حبايبي؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. شكرا لكم بزاف على المتابعه، شكرا بزاف على كل شيء. شكرا 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 شكرا. اليوم نهار جديد وفيديو جديد كما كتشوفوا، قلبنا على الكرا، راني قلت لكم ديجا كنقلبوا على الكرا. الحمد لله لقينا واحد الدار، ها هي. ردوا عليا في لي كومونتير واش زوينه ولا لا. ها انتما، انا غنقلب الكاميرا باش نوريها. هي الدخله ديال الدار، انتما كتلقى الصالون هو الاول على الباب. ها هو الصالون، انتما كما كتشوفوا هذا الصالون على الباب. هذا بيت النعاس، الدرجات كلها فيها الشراجم والضاويه، فيها واحد الشرجم بيت النعاس. وهذا من هنا الكوزينه، انتما الكوزينه فيها هاد البلاكارات هكا هنا الفوق، ندير هكا المعان وداكشي. حتى هي فيها السرجم، هادي الجهه الاخرى ديال الكوزينه، عند البلاكارات حتى لتحت. هنا هي هذا المراح في وسط الدار او السيجور، كل واحد شنو كيقول. وهذا الباب ديال برا، ها هو. السي حميد كي جاتك الدار؟ قول بعدا السلام عليكم مشاهدينا. السلام عليكم مشاهدينا ديالنا الاعزاء، كيدايرين لكم؟ نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير، نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. وشكرا لكم على التعليق لكم زوينه، ونتمنوا نكونوا خفافين على قلوبكم. والله الله يحفظكم، هذا ما نقول لكم. ودابا نتوما كما كتشوفوا الدويره هي اللي كاينه، زعما فيها السراجم، سرجم الهواء، سرجم النار، سرجم الكوزينه، سرجم ديال حاجاتكم ديال الدار، دار الوضوء. المهم زعما مشمشه يا سلام. والبيبان ديالها عندها جوج، جوج بيبان، واحد لداخل واحد برا. ونتمنوا تعجبكم الدويره، ونتمنوا نكونوا خفافين على قلوبكم. وشكرا لكم يا المشاهدين، نقول لكم. وردوا علينا في لي كومونتير كيفاش جاتكم الدار. نتمنى وتكون من الرزق. ندير واحد شويه خويا من الغبرة وصافي، ندوزو عليها شويه من الغبرة. دابا هو كيرش شويه الماء ونجبدو. ديور الكراه وما هادو ما عندك ما دير، يعني راه داكشي اللي غادي تبغي راه ما غاديش تلقاه، يعني ما غاديش داكشي اللي غادي تبغي سو بورسون ما غاديش تلقاه. موسخة حميد وبرا، اجي شد انا نجي نسيق، اجي غير اجي اجي صورني انا نجبد داك الماء، ندوزو عليها من راه مغبرة باش غير نجيبو ان شاء الله الرحيل تكون الدار منقية. ودابا الكوزينة عاوتاني، انا اللي عجبني فيها هو ان ضاوية فيها، يعني ما تشعلش الضو في النهار، ضاوية. اما الكلاب خلاص فين ما مشينا تابعينا الكلاب، سبحان الله العظيم، والله العظيم مشينا مغيلة تابعينا الكلاب، كنلقاو الكلاب، مشينا نصفروا الكلاب، مشينا حتى لعيون الكلاب، جينا حتى القنيطره الكلاب. الله يحفظ السلامة مع هاد الكلاب. وبنتي مسكينه العزيزه ديالي كتخاف من الكلاب، والمشكل فين ما سكننا كنلقاو الكلاب. انت تسمع الكلاب عاوتاني، غير تجي لهنا عاوتاني تسمع الكلاب عاود غتخلع. والله الا مشكله ديال هاد الكلاب. Thank you.
صافي حبايبي دابا صافي حنا سيقنا نتوما كما كتشوفوا قلت لكم هذا بيت النعاس ها هو فيه الشرجم كبير هذا الباب ديالو هذا سيجور سيقنا اللي عجبني هو ان السرجم في الكوزينه كبير باش يخرج يعني الريحه ديال الطياب قليتي الحوت ولا هذا هنا الحمام طواليت حاشاكم هنايا هاد البلاصه كانوا هنا كيطلعوا للسطح ولكن سدوه هانتوما مسدود هاد الدروج غير بحال هكا ديروا الصناد الحشاكم ولا هكا تحط فيه هكا شي حاجه فهاد الدروج الصناد ولا هكا شي بحال هكا شي وريضات ولا شي غريصات ولا المهم انا قلت وصافي وصافي هنايا الدروج الصناد الدروج لتحت وهنايا هكا نصور لكم عاوتاني من الجهه الاخرى ديال الدخله باش تبان الدار كامله الدخله هي الاولى كنلقاو الصالون هو الاول هاد السيجور صراحه عجبني هنا نبقى نجلس هنا نفرشو ونجلسو تجي الجلسه هنا زوينه المشاهدين ديالنا العزاز احنا بعد ما سيقنا شدينا ميني فيس احنا راجعين في حالتنا مدينه القنيطره سألكم معنا شي شوية الحال بدا كيتدبب شي شوية ودعيو معنا تدخل علينا هاد الدويرة بالصحة والسلامة والهنا وراحة البال لينا وليكم ولجميع المسلمين يا ربي ونكونوا عايشين فيها حياة اللي تكون زوينة ونتهناو شوية من هاد المشاكل يا ربي أرحم الراحمين الله يسهل الأمور لينا وليكم ولجميع المسلمين يا ربي الله يديرنا اللي فيها الخير لينا وليكم ولجميع المسلمين ما نكذبش عليكم راه القضيه صعيبه شي شويه لان باش تبقى كل مره هز حوايجك البلاصه كل مره اش غادي نقول لكم الله ياخذ الحق اللي كان حيله وسبب وخرجني من داري وشتت لي عائلتي الله ياخذ حقي كنطلب ربي ياخذ حقي اللي كان حيله وسبب اللي كنت بداري وجالسه شاده بلاصتي دابا واحد راه جالس مهني مرتاح في دارو وانا كندور من دار لدار الله ياخذ الحق هادشي اللي غادي نقول حقي راه ما غاديش نسمح فيه لا دنيا ولا اخره حتى لغدا يوم القيامه وغادي نتحقق هادشي اللي كاين الخوت وشكرا لكم الله يجازيكم بخير وما تنساوش تشجعوا اختكم حسنيه بلي لايك بالكومونتيرات الزوينين الله يجعلها لكم في الميزان المقبول والبارطاج مع الاحباب والاصدقاء واللي عنده شي جروب في الفيسبوك يبارطاجي وغادا تاخذوا نتوما حتى واحد الدعوه اللي زوينه وتاخذوا الاجر ونطلبوا الله يسهل عليكم ويوفقكم في داكشي اللي كتمنوا في خاطركم ان شاء الله الله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي ايوا حنا كنديروا السبب والكمر على الله سبحانه وتعالى حنا كنقلبوا على الخدمه مازال ما جابش الله الله يسهل الامور لينا وليكم ولجميع المسلمين دابا حنا لقينا الدويره حنا كما شفتوا سيقنا والكمال على سيد ربي يعني راه حتى شي واحد ما لقاها كيبغاها من غير دي خلقه كنديروا السبب والكمال على سيدة ربي الحبيب انتما كما كتشوفوا الحباب شويه الحال مغيم حنا راكبين دابا في ميني فيس وراجعين في حالتنا حتى الغدا ان شاء الله عاد نجيبوا الرحيل الله يسهل الامور الجو بعدا غزال ما شاء الله كنساريوكم معنا بعدا راكم عارفين اختكم حسنيه فين مشات كتديكم معاها شوفوا على منظر الحباب شحال زوين بيت الله الجامع شويه زيت منظر يا سلام